سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. جيت اليوم وجبت لكم واحد الغراتان بزاف بزاف بنين واقتصادي. هو غراتان البطاطا والكاشير والجبن طبعا، وحوايج اضافيه نزيدهم معاهم شطلنا البنه. اول حاجه يا البنات، انه البطاطا تاعنا قطعوها قطع صغيره. نجيبو 3 حبات تاع الجبن او اكثر حسب ما تحبي، فخوماج غابي، زيتون اسود، كاشير، 4 حبات تاع البيض، وبطا ولا زوج تاع الياورت على حساب كمية البطاطا اللي عندك. نزيدو البنات تاني نص كاس حليب، واللي هذا الحليب تقدري ونص كيس خميرة كيميائية. اول حاجة يا البنات نقليو البطاطا تاعنا، نقصو الكاشير تاعنا قطع صغيرة، الزيتون هذا تحبو تشريو اللي ما عندوش النواة، وتقدروا تديروا هذا وتنحيلو العظم تاعو، شوية معدنوس. فوالا البنات، قليت البطاطا تاعي، قطعت الكاشير تاعي كما راكم تشوفوا قطع صغيره، الزيتون تاعي تاني نحيت له النواه. الان جبت بلاي يدخل للفور، دهنته بالزيت ولا بالزبده كيما تحبي الشي اللي عندك. تطفي البطاطا تاعك في الصينيه هي الاولى، زيد تضيف لها الكاشير والزيتون، فوالا الكميه كيما تحبي على حساب افراد العائله ديالك. بصح نقول لك يعني كتري على خاطر بزاف 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 بنين، على بالي راح يعجبكم وما راحش يصح. نفضل البنات انا نحطو الزيتون الاسود، لانه الزيتون الاخضر يجي بنين، بصح هذا عنده واحد الجو سبيسيال مع يزيد يطيب ويتخلط مع هادو يجي ولا اروع. يعني جربوه بهذه الطريقه وردوا لي بالخبر. وانا نديرو معدنوس حشيش لي يكون عندك، تقدري ديري دبشه ماشي مشكل، المهم هنايا شغل باش نديرو الوان هكا شابين ولا باش يطيغيو الاولاد ياكلوه يعجبهم. ونتخلصوا من هذيك حكاية تاع لازمني دجاج ولازمني لحم باش نطيب. فوالا درنا الزيتون، نحيت له انا عظم تاعو، تقدري تجيبي اللي يكون منحيلو اصلا تشريه هكاك. وانا تاني نحط البنات البطاطا تاعنا، كي يقليوها ما تكتروش الملح، على بالكم فخوماج ديجا مالح، الزيتون مالح، والكاشير تاني مالح، دونك عارفه كيفاش تميزي باش ما يجيكش مالح بزاف، يجيك معتدل في الملوحة. هذه هي النصيحة اللي يقدمها لكم، يتخدم فيه وقفة الغراتان هذا، ما يتعبك ما والو. فوالا دوكا نحط انا الزيتون تاعي تاع القطع هذاك، كنت فتته هكا قطع صغيرة هو تاني، والفخوماج غابين نرميه شوية دركا، والباقي نخليه في الاخر باش يعطيني هذيك التحميره الشابه. بزاف 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 بنين، ما ملاصوص هذيك اللي تكون بالياورت ناتشور تجي ولا اروع، هايله. تقدري ديريها بالبيشاميل، تقدري ديري صوص فخوماج، مي انا نفضل بهذه. راح ندير لكم بزاف دي غرانتان هكذا كل وحده، وندير لكم ان صوص ديفيرون باش تديو افكار. ما تنساوش البنات هنا ديروا لي جام اشتراك في القناه اللي يشوفوني اول مره، ولا مولفين يشوفوني، لانه اغلب اللي راهم يشوفوا فيا ما همش مشتركين. اشتركوا معكم خاسرين والو، شجعوني باش نزيد نخدم اكثر. ديروا لي جام طبعا اذا عجبتكم الوصفه. فوالا دوكا نروح ندير البيض ديالي، 4 حبات. اذا كانت البطاطا تاعك قليله يعني درتي اقل من الكميه اللي درت انايا، انا دار لي بلا كبير تاع الفور هذاك ما شاء الله كميه كبيره. انت اللي كان درتي كميه صغيره تقدري تنقصي في واحد الحبات البيض، ديري زوج ديري 3. بالنسبه للياورت يا البنات، اللي ما عندهاش ياورت ناتشو تقدر تغومبلاسيه بالحليب، تردو تدير تسمى الكميه كامله حليب ما ديرش الياورت، مي انا نفضل بالياورت احسن. فوالا ندير 4 حبات بيض، بطا انا استعملت وحده هنايا بطا ياورت ناتشيغ، وزدت شويه تاع حليب باش ما يجيناش الغراتان تاعنا ناشف، يجينا شغل البطاطا هذيك تولي طريه، ماشي البيض ينشف
واللي غاطا ديالنا شايح وكذا، على هذيك نحطو شويه حليب معاه مع الياورت ناتشور. هذاك هو درت رشه ملح، رشه صغيره باش ما تجيناش البيض صامت. وانا نحرك كل شيء مع بعض. هذه الصلصه البنات انا ديري رشه بملح، رشه فلفل كحل تاني تعطيكو شباب. هذه لاصوص مولفه نديرها انا البنات مع الشوفلور، مع الخضروات، اي خضره تكون عندك تقدري تخدميها بهذه الطريقه. ديري هذه لاصوص من فوق والله تجي ما شاء الله. حاضر، جبت لهم هنايا شويه حليب، ما كترتش، ما حطيتش الكميه كامله، نو انا حطيت بواطه تاع ياورت. اذا ما عندكش ديري نص كاس كامل تاع حليب. فوالا، دوكا نحط الخميره الكيماويه، هذيك نصف كيس ولا ملعقه ولا نصف ملعقه خميره كيماويه. دوك نقول لكم علاش رانا نحطوها، باش البيض تاعنا يتنفخ، ما يبقاش هكذا مكدس، تجي الكراتان تاعنا خفيف وبزاف بزاف 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 بنين. فوالا حطيتها، يوجد في وقفه اهم حاجه انه سهل، تقدر ديريه لوليداتك، ديريه تاني لضيافك، يعني ما شاء الله مالغري ما فيه لا لحم لا والو، بصح بنين بزاف. واللي تكون عندها دجاج تقدري طيبوه يا البنات، وتحطوه معاها تقليه هكذا قطع صغيره، ولا طيبيه وتفتتيه وتحطيه مع الغراتان ديالك. فوالا البنات، كيما راكم تلاحظوا، شوفوا البيض تاعي كيفاش تبدل وكيفاش راهو تنفخ. نجيب البلا تاعي تاع الفور اللي حطيت فيه لو غراتان، ونوزع هذاك الصلصه فوق لو غراتان. فوالا، نوزع في جميع الاجزاء باش يحكم لي الكاطا تاعي تجي محكوم. فوالا، قلت لكم الفرماج غابي درت نص في الكميه، ونص نخليه كي نجي نجبدو يطيب كل شيء ويتجمد، نجبدو نحط شويه فرماج هذاك يبقى من الفوق دايب هكاك ويعطينا تحميره شابه. فوالا البنات، حطو في الفرن يشعلو من تحت كلش طايب، ونزيد نشعلو من الفوق يتاخد تحميره شابه. هذا مكان ما ياخدش وقت، واحد العشر دقائق يكون واجد، ما تغفليش عليه باش ما يتحرقلكش. فوالا حبيباتي، بعد ما نحطها في الفرن شوفوا كيفاش راه وجد قدامنا، شوفوا الالوان، شوفوا كيفاش شباب بزاف بزاف هايل، بريزونطابل اللي حمر الوجه ما شاء الله، ما الذوق تاعو ولا اروع. جربوه وردوا لي بالخبر، اكيد اكيد راح يعجبكم ويعجبوا ولادكم. حاجه بسيطه اقتصاديه وبزاف بزاف 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 بنينه. راح نقطعكم شويه من الكراتا هذا باش تشوفوا كيفاش يجي. شوفوا لي كولور احمر اخضر كحل، هادو الالوان يشهيو ويكونوا محببين للعين، هكاك تشوفيه بعدا يعجبك. فوالا، شوفوا كيفاش جانا ما شاء الله هايل. شهيتكم في الجنه يا البنات، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. واذا عجبكم ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات باللي رانا جربنا وعجبنا، باش تشجعوا البقيه باش يخدموا هذا الكراتا، لانه احنا كامل هكا كي نشوفوا حاجه في القنوات، كي نشوفوا الناس يقولوا باللي جربناه وجانا بنين، اكيد يتشجعوا ويجربوه. حاولنا نبدلو، حاولنا نتجاوزوا هذيك المحنه تاعنا تاع الدجاج ما كانش والاخر ما كانش، دونك هذه اقتصادي وبنين والكمية اللي تحبيها. دونك انت مثلا كي تشري كاشير ماشي بالضرورة نحتم عليك تشري كمية كبيرة. فوالا البنات، نتمنى يكون عجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم، ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك في القناة وتشجعوني باش نزيد نخدم. تهلاو في رواحتكم يا البنات، ومع السلامة.